نفس الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، يكون كيف يكون ذلك؟ يعني يكون في الأجر سواء، فهما في الأجر وفي الوزر سواء، مع أنهما لم يعملان، بل قد يكون أجر العازم أكثر من أجر العامل. لماذا؟ طبعا هذا الشيء يتبين معنا في الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما أنفقون. الآن المجاهد في سبيل الله يفعل فعلين: يجاهد وينفق، يجاهد ويحمل نفسه على فرسه ويأخذ سلاحه الشخصي من عنده، كل هذا نفقه. ويأتي واحد آخر لا ينفق ولا يخرج جاهد، وثالث يخرج جاهد من غير ينفق. يعني يأتي هؤلاء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم شيء، وكان المتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام يحملهم، إذا حملهم أنفقوا ولا ما أنفقوا؟ ما أنفقوا. إذن جاهد بنفسه دون ماله. هذول الجماعة لا بنفسه ولا بماله، والذين خرجوا منهم من جاهد بنفسه دون ماله، ومنهم من جاهد بنفسه وماله، ومنهم من جاهد بماله بعث مال بدون إيش؟ بدون نفسه. هؤلاء لا نفس ولا مال، وأخذوا أجر الذي أنفق ليس بالمال وحده ولا بالنفس وحده، بالأجر والمال. إذن أيهما أعظم؟ هو أعظم من الذي جاهد بنفسه دون ماله، وأعظم من الذي جاهد بماله دون نفسه. واضح؟ إذن قد يكون أعظم ممن عمل أحيانا، لأن الله علم ما في قلوب القوم، أن هؤلاء إنما بكوا تولوا أعيضهم، يعني من شدة حرصهم ومن شدة عزمهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، لأن ما معهم قدرة على أن يخرجوا ما عندهم نفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يحدث لهم نفقة، فحصلوا على أجر الجهاد كاملا وعلى أجر النفقة كاملة وعلى التضعيفات التي حصلت في الطريق. لأن ما قال أنه حصل على أجر مجاهد في سبيل الله، وإنما قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. أجرهم مضاعف في أثناء الجهاد، يعني النفقة اللي بينفقها في الجهاد أعظم من النفقة اللي بينفقها وهو جالس في بيته. فالمجاهد في سبيل الله لو صام أجره مضاعف، لو فعل أجر، هذول ما فعلوا ولا شيء ومع ذلك أخذوا الأجر كاملا. طيب الذين خرجوا في الجهاد في سبيل الله هل هم سواء في الأجر؟ الآن هذول اللي خرج في سبيل الله بعضهم ربما خرج وعنده بعض، يعني بعض الدنيا وبعض الآخرة، وهذا الذي نوى إن قصد الآخرة فقط قد يحصل على الأجر كاملا. فقضية يعني الاستغراب أنه لماذا يقال فهما في الأجر سواء، لأن هذا الفقير الذي وجد العلم عنده ولم يوجد عنده المال، علم الله منه أنه لو حصل عنده المال الذي عند الغني لعمل به بمثل ما عمل به الغني تماما، وما يدريك لعله لو أنه كان عنده المال لعمل به أفضل من ذلك الغني، ما ندري. فهما بنيته فهما في الوجر في الأجر سواء، والآخر في الوزر سواء هو الذي يمكن أن يستغرب. ليش؟ لأنه إنسان ما عمل معصية وحوسب على المعصية كاملة كما لو فعلها، مع أن الذي يخطر بباله أن يفعل وحصل منه هم يحسب له، إذا لم يفعلها له أجر. إذا منعك، إذا هميت بفعل المعصية وبعدين هم وهممت وحصل في نفسك البعد عن المعصية لك أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من هم بالسيئة فلم يعملها إيش؟ كتبت له حسنة كاملة. لما ذكر المعصية ما قال سيئة كاملة، قال: من هم بالسيئة فعملها كتبت له، أكتبت سيئة واحدة. كلمة واحدة غير كلمة كاملة، مما يدل على لفظ الكمال غير لفظ الإيش؟ التفريد الواحدة. فالشاهد من الكلام كل هذا نشعر أنه، يعني ليش احنا قلنا في أثناء الدرس هذه المسائل مهمة، ولكن غالبا المجالس تخلو منها، لأن أعمال قلوب أخواننا
ينبغي أن يكون عندنا فيها فقه مثل ما عندنا فقه في أن هذا الشيء مبطل الوضوء، وهذا الشيء ناقض الوضوء، وهذا الشيء من شروط الوضوء، وهذا الشيء من يعني أركان الوضوء. مثل ما تعلم الأشياء الظاهرة الأحكام حلال وحرام وكذا، هذا لا ينقص أهمية عن تلك الأشياء. النصوص فيه كثيرة، وقد تكون أكثر تفصيلا من النصوص التي في الحلال والحرام أحيانا، ومع ذلك تجد الإقبال عليها أقل. هناك نصوص قليلة تفيد أشياء كثيرة، واضح في مسائل أعمال القلوب الواحد منها كأنه قاعدة. يعني لما ربنا عز وجل قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قاعدة تطبق على كل شيء. يعني يقول لك لن ينال يعني لن يصل، هذه اللحوم التي ذبحتموها لن تصل إلى الله، والدماء التي أهريقت لن تصل إلى الله. طيب ما الذي سيصله؟ هو ينظر إلى ما في القلب. أنت وأنت تذبح كيف كانت حركة القلب، كيف كان عمل القلب، ما هي صورة القلب؟ هذه الصورة التي تصل. وهذا نص قرآني، لن ينال الله لحومها، يعني عندنا كثير من القواعد صاغها الأصوليون، هذا نص قرآني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. إيش صورة القلب لما ذبحت؟ لما تصدقت جليس. الله عز وجل يعلم. كنت تريد أن يروك أن يقال، ولا أنت أنفقتها وأنت حرج أن يراك أحد، أو أنك تريد أن يراك أحد ولكن حتى يقتدوا بك وينفقوا مالا كثيرا ويحصلوا على الأجور لتكون قدوة؟ هذه الفروق كيف يعني كيف تتميز؟ أنت لا تميزها، الله يعلمها، لأن خبير خبير سبحانه وتعالى بما في الصدور، عليم بذات الصدور، أي شيء خلجت النفس هذه كلها. وبالتالي أنت تخرج موقف تقول يا رب أنا أخلصت ولا ما أخلصت، وهو يعلم أنك أخلصت أو ما أخلصت. ولذلك أحيانا قد يخفى عليك إخلاصك فتقول اللهم يعني أخلص عملي، اللهم اجعله من العمل الخالص. هو يمكن هو وقع، الله أعلم، لكن لأنه سبحانه وتعالى كريم ورحيم إلى آخره. أحيانا يقع من الإنسان خطأ، مثلا نظرة، ثم لا يدري إن كانت النظرة هي نظرة استمرار أو نظرة فجاءة. يعني لا يدري هل هي يعني نظرة إصرار، نظرة محرمة يعني، ولا نظرة فجاءة وصرف نفسه. هل لما صرف بعد الوقت المناسب، ولا مع الوقت المناسب، ولا بعد الوقت المناسب وسجلت عليه؟ لا يدري. يعني أحيانا يقع في النفس شيء من هذا القبيل فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يؤخذه بها، واضح؟ بس هو لو سأل نفسه يستطيع أن يحلف أن المقدار الذي وقع عليه النظر هو المقدار المأذون به ولا المحرم؟ لا يدري. طب هذه الأعمال ما تحتاج منا إلى فقه حتى الإنسان يدري، يعني يشوف متى يحتاج إلى توبة، صحيح ولا لا؟ بتجد أنه إحنا نتساهل في عملية محاسبة النفوس. هي هذه تجي يعني في كتب الـ بسموها المسلكية أو كتب المسالك، سموها المسالك بعضهم، المسالك أو مدارج السالكين، أو مثلا منهج القاصدين أو إلى آخره، كتب المسلكيات هذه، التربية، الرياضة. طبعا نحن نقول الرياضة لا نقصد، كانوا يقولون الرياضة يعني هذه الأمور. فهذه الكتب عنيت بهذا الشيء وسمته المحاسبة، أو يعني في جانب المحاسبة، محاسبة النفوس. محاسبة النفوس يدخل فيها كل هذا الأمر. فبدل أن نستغرب من مثل هذا الأمر، ينبغي أن نرى فيه أعظم من ما هو فيه. يعني واضح، يعني ممكن إنسان فعلا أن يبدر منه شيء قليل جدا يكون أعظم من عمل إنسان مدى حياته. يعني في إنسان مدى حياته يعمل أعمال صالحة وعمل بعض الأعمال السيئة وكذا وربما تهوي به، وواحد عمل أعمال سيئة طول حياته شغال في الأعمال السيئة، صحائف 99 صحيفة والصحيفة الواحدة لا يرى آخرها لأنه مد البصر ما بتشوف آخرها. يعني لو بدك تقرأ أول سطرين بعدين، لكن مد البصر و99 صحيفة وكلمة واحدة نجته، كيف نجا بها؟ كيف نجا بها؟ قالها خالصة من قلبي.
بإيش؟ بأعمال القلوب. طيب هذه ما تستحق منا أن ندرسها؟ أعمال القلوب. فتجد أنه مع أن النصوص فيها إيش؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى كم نص فيه كلمة قلوب في القرآن الكريم؟ كم نص؟ كثير. طيب كم نص فيه إشارة إلى القلوب؟ يعني إن الله خبير بما تصنعون يعني إيش؟ هي تتكلم عن أعمال القلوب. النصوص اللي فيها لما تمر بكلمة خبير وقف عندها وحاول أن تتبصر بما فيها. واضح؟ بذات الصدور. وكذلك إيش؟ يناله التقوى منكم، هذه من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذا الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام في أحد الأحاديث، في بعض الأحاديث قال إنما التقوى ها هنا، وأشار إليه إلى صدره. والحديث الآخر ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد كله ألا وهي القلب. طيب ما طيب ماشي خلاص سمعنا الحديث فهز كتفيه وإيش وانطلق. طيب ماذا فعلت؟ خلاص أنا وصلنا هذا الحديث، يعني في شيء مهم، ماذا أفعل الآن؟ بعض الناس ماذا يفعل؟ بيقول لك خلاص أنا سير أعتني بأعمال القلب. طيب كيف بدك تعتني؟ ما أنت الآن واحد يقول لا يا أخي الوضوء واجب ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة أو كذا، قال خلاص أعتني بالطهارة. كيف ستعتني بدون ما تتعلم الطهارة؟ تعلمت الطهارة، قلت بتوضأ، توضأت وأكلت لحم الجزور ومسست المس المختلف فيه ونمت وكل هذا، أنت تطهرت صحيح، بس ما بتعرف إيش اللي خرب ليش العمل اللي عملته. بدك تتفقه ولا ما تتفقه؟ أعمال القلوب يا إخوانا مثل ما هي أعمال الجوارح تحتاج إلى فقه، أعمال القلوب تحتاج إلى فقه. هل القرآن نص على ذلك ولا قضية تصور؟ ها دروشة؟ لا، القرآن نص على ذلك. الحديث النبي نص على ذلك ولا قضية دروشة؟ تقولون لاش إنه إحنا مندروش؟ لا، نحن لا نقر الدروشة. ليس في الإسلام إنه والله أنا بدي أمشي الأمور هيك على عواهنه. لا، تعلم القرآن نص على هذا الشيء، عندك نصوص، يجب أن يجب أنا لما تكون التقوى مطلوبة مني واجبة، إذن يجب علي تعلم التقوى. وبعدين لما تنظر إلى كلام السلف في شرح التقوى تجد أنه كلها إيش؟ كلها أعمال قلوب في النهاية، أعمال قلبية. واضح يا أخواننا؟ طيب الأعمال القلبية أمر مستمر، الأعمال القلبية أمر مستمر، لأن كل لحظة أنت تعمل عمل قلبي في كل لحظة. الآن لو واحد أراد أن يزني، يمكن بعضنا لم يتسنى له ولم يطرح عليه ولم يعرض عليه ولا يفكر ولم يقع في ذهنه أنه يزني، صحيح ولا لا؟ من ناحية العملية ما حصلش هذا الشيء، ما حصل ولا حتى أرد عليه. لكن الإنسان قد يرد على ذهنه أشياء، الشيطان يورد عليه إرادات، ها، ويوقع في نفسه أنه لو وقع في الزنا وكذا، فحصل في نفسه معارضة لهذا التفكير، فإنه حينئذ يحصل على أجر تارك الزنا. بس هو ما تحرك، هو موجود في بيته، ويمكن كل ما يشوف معصي من المعاصي يقع في نفسه هذا الشيء فيعارض هذا، فيأخذ أجر من لم يزني. لكن في ناس كثير مات طول حياته ما مر عليه أصلا تفكير في هذا الموضوع، هذا مختلف. واضح؟ فالعناية بأعمال القلوب قضية مهمة. أنا يمكن أكون بلغت شوي في الكلام طول، لكن إخواني فيه تقصير ضخم بالنسبة لطلاب العلم وليس بالنسبة لعامة عوام الناس. فإذا طالب العلم لم ينتبه ولم يعرف وكبر حتى وصل إلى درجة عالية وبعد ذلك عرضت له الفتن، لأن إخواننا الاستعداد التعلم هذا هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن يعني بناء وإعداد واستعداد. لما تعرض الفتن بعد ذلك وتعرض الشبهات وأنت ما عندك بناء، الحصن مش موجود، وكمان ما في أسلحة اللي هي محاربة الشيطان في هذا، ما الذي سيحصل؟ يمكن يصير الإنسان صاحب علم كبير ولكن لم يحصن نفسه، وبعد ذلك يأتي ما شاء الله أفواج الناس. لأن كثير من أهل العلم في البدايات وصل إلى درجة عالية لكن لم يكن له شعبية كبيرة، انتقل من بلد إلى بلد آخر، ها، يقدرون العلماء،
فجاءوا إليه وبدأوا يتفادون عليه، فصار مثل الذي وراءه جدار في ظلمة، أضاءوا عليه وهو ملتصق في الجدار، ظله كم حجمه؟ على قدره، لما تلزق أنت في الجدار ويضوى عليك الظل على حجمك ها أو أصغر، فإذا أضاء عليك الظل ابتعد عن الجدار ها، إذا ابتعدت عن الجدار وكان في عليك ضوء إيش بيصير في الظل؟ بيكبر. هذا بس الخيال. ليش؟ لأنك ابتعدت عن الواقع وذهبت إلى لتشاهد، ذهبت إلى الأضواء، وكل ما اقترب الإنسان من الأضواء وابتعد عن واقعه سيكبر، لكن هذا الكبر إيش؟ عبارة عن وهم. هذا الأمر يؤدي إلى فتنة كبيرة. فإذا كان الإنسان غير محصن نفسه فنحن نضيع حقيقة. الآن أنت ما زلت في الوقت اللي نتكلم لكل طالب علم في الدنيا، ما زلت في وقت تستطيع أن تستعد، تستطيع أن تحصن نفسك، لكن في مرحلة من المراحل ما تستطيع، الاستدراك صعب بعد الخراب. الوقاية أفضل، أن تضع اللبن في مكانه أفضل، لكن لما نأتي عند المعركة نبدأ نبني القذائف من العدو قد تكون أسرع من البناء، ما بتستطيع. وعدونا يتربص بين الدوائر، الشيطان. نحن لا نتكلم عن الأعداء الذين في الخارج، عدوك من نفسك. النفس لها يعني لها علو استشراف حتى في الدين. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أن من أشد أنواع العلو في الأرض العلو بالدين. فما يظن الإنسان أنه العلو فقط بالدنيا، فلا يكون من أهل الدار الآخرة. فإذا تحتاج هذه القلوب إلى إصلاح. تفضل أخي. في سفيان الثوري له مقولة رائعة بهذا الكلام، إنما يطلب العلم ليتقى الله به فمن ثم فضل. نعم، ليتقى الله به. وبعدين يعني هناك عنوان لكتاب يعطينا يعني المعنى، اللي هو إيش؟ كتاب الخطيب البغدادي، اقتضاء العلم العمل. فالأصل إذا كان العلم يقتضي العمل ينفع، وأما إذا لم يقتضي العمل فإن العلم سيزول، أو ستزول فائدته. إيش المقولة؟ إيش هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هو الإنسان بيتعلم ما يزول، لكنه قد يضعف وقد تذهب فائدته ومصلحته. العلم من أعظم الأعمال، ولكن كيف الإنسان يحفظ هذا العمل؟ بالعمل القلبية. الآن كيف يمكن الإنسان، ممكن طبعا يفسد العمل بمخالفة العمل، يعني كما قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن، بس هذا لا ينصب فقط على الذي لا يعمل بالظاهر يعني، لكنه جزء من، إلا أن المقصود يعني الإخلاص أول الدرجات، الإخلاص. لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نشغ نشغة فأغشي عليه، ليش هذا الحديث بالذات؟ لما قال أول ما تسعر النار بثلاثة، من هم الثلاثة ذول؟ واحد وكلهم في النهاية إيش؟ شو السبب تسعير النار بهم؟ كلهم من أصحاب الأعمال العظيمة وأصحاب المنازل العالية، أعلى الناس منازل، صاحب قرآن وصاحب جهاد وصاحب إنفاق، صاحب القرآن صاحب علم. ولذلك أبو هريرة قد لا يكون صاحب مال لكنه صاحب علم وصاحب تبليغ، ولذلك كان لما يحاول يذكر الحديث ما يستطيع، يشعر بالخطر، فيقول فعندما يبدأ بذكر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشغ نشغة ثم أغشي عليه وقع. ليش؟ لأن يعني من شدة خوفي تذكر مصدر الخوف على النفس، هذا عمل إيش؟
فوزن عمل القلب أعظم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.